السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي مع درس جديد في مادة الدراسات الاجتماعية. درسنا النهاردة بعنوان فصول السنة. هنتكلم النهاردة عن فصول السنة الأربعة وأسباب تعاقب فصول السنة الأربعة أو أسباب حدوث فصول السنة الأربعة. أسباب حدوث فصول السنة الأربعة يا أولاد هو بسبب دوران الأرض حول الشمس كل سنة أو كل 365 يوم وربع من الغرب إلى الشرق. يبقى هنعرف لو قال لي بما تفسر، هنا هو بما تفسر حدوث فصول السنة، حدوث فصول السنة بسبب دوران الأرض حول الشمس من الغرب إلى الشرق مرة كل 365 وربع يوم. ودي طبعا من النعم التي أنعم الله عليها على الإنسان، أو أنعم الله بها على الإنسان. خلي بالك يا أولاد، عشان تعاقب فصول السنة الأربعة بيؤدي إلى حاجات عظيمة جدا، بيؤدي إلى اختلاف درجات الحرارة وتنوع المناخ وتنوع المحاصيل الزراعية وتنوع كل مظاهر الحياة على سطح الأرض. طيب هو جايب لي صور هنا، الصور دي بتوضح لي أهم ما يميز كل فصل من فصول السنة الأربعة. يعني فصل الربيع فيه تتفتح الزهور وتغدر الأشجار، أهو ديت في الصورة واضحة قوي. فصل الشتاء قلنا بتسقط فيه، يتميز بسقوط الأمطار، يبقى هنا سقوط الأمطار في فصل الشتاء. أما فصل الصيف هو ارتفاع، يتميز بارتفاع درجة الحرارة. فصل الخريف يتميز بتساقط أوراق الأشجار. يبقى هو الصور هنا بتوضح أهم ما يميز كل فصل من الفصول ديت، وقلنا تعاقب الفصول السنة ديت الأربعة بسبب دوران الأرض حول الشمس، أو تعاقبهم سبب دوران الأرض حول الشمس كل سنة أو كل 365 وربع يوم. بقى اختلاف فصول السنة بسبب قلنا اختلاف درجات الحرارة في كل فصل، لأن كل فصل بتتميز إن درجة الحرارة مش زي التانية، مش زي الفصل التاني. طب أنا عاوز أعرف إيه بقى سبب اختلاف درجات الحرارة؟ هقول له هنا بما تفسر، هنا بما تفسر اختلاف درجات الحرارة، أو نفس السؤال لماذا تختلف درجات الحرارة. هو اختلاف درجات الحرارة بسبب إيه؟ اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض، اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض. طيب لو الأشعة عمودية هتبقى درجة الحرارة عالية. طب الأشعة عمودية فين؟ أهي يا أولاد، الأشعة عمودية هنا على دائرة الاستواء. طب الأشعة مائلة، بتيجي مائلة عند القطبين. خلي بالكم عشان الأشعة العمودية بتختلف عن الأشعة المائلة. الأشعة العمودية درجة حرارتها عالية جدا، لأنها بتاخد زي ما قدامي في الشكل اهوت، بتاخد وقت قصير اهوت. الأشعة العمودية بتاخد وقت قصير عشان توصل على الأرض، كمان هي بتغطي مساحة صغيرة على سطح الأرض، عشان كده هي الأشعة العمودية ديت درجة حرارتها عالية. درجة حرارتها عالية لأنها بتاخد وقت قصير عشان تصل الأرض وبتغطي مساحة صغيرة. أما الأشعة المائلة، الأشعة المائلة دي بتاخد وقت كبير، بتاخد وقت إيه؟ كبير عشان تصل إلى الأرض، كمان هي بتغطي مساحة كبيرة، بتغطي مساحة كبيرة، بتاخد المساحة دي كلها على سطح الأرض، عشان كده هي درجة حرارتها منخفضة. تاني، يبقى الأشعة العمودية بتاخد وقت بسيط عشان تصل إلى الأرض، عشان كده بتوصل بسرعة للأرض، عشان كده ما بتفقدش درجة حرارتها وبتغطي مساحة إيه؟ صغيرة. أما الأشعة المائلة بتاخد وقت كبير على ما توصل للأرض، وبكده بتغطي مساحة كبيرة وبتفقد جزء من حرارتها. يبقى هقول له لو قال لي بقى بما تفسر الأشعة العمودية، بما تفسر الأشعة العمودية درجة حرارتها عالية ليه؟ قال لي لأنها تخترق مسافة أكثر من الغلاف الجوي للأرض، فلا تفقد جزءا كبيرا من حرارتها. يعني هي بتاخد وقت بسيطة هوت عشان تصل إلى الإيه؟ إلى الأرض. ده الأشعة العمودية، عشان كده ما بتلحقش تفقد جزء من حرارتها، أو ما بتقلش حرارتها، كمان بتغطي مساحة صغيرة، عشان كده بتتركز حرارتها على تلك المساحة.
طب لو هنقلب بقى السؤال عكس السؤال، بما تفسر الأشعة المائلة درجة حرارتها منخفضة؟ الأشعة المائلة درجة حرارتها منخفضة. هقول له لأن هي بتخترق مسافة أطول في الغلاف الجوي، عشان كده بتفقد جزء أكبر من الحرارة بتاعتها، وبتاخد وقت طويل. الأشعة المائلة هي واخدة وقت طويل عشان توصل، كمان إن هي بتغطي مساحة كبيرة، عشان كده بتتوزع الحرارة على المساحة دي، ما بتتركزش في حتة معينة أهو، فتفقد جزءا أكبر مما تفقد الأشعة العمودية، كما تنتشر على مساحة واسعة فتتوزع الحرارة على تلك المساحة، وبالتالي تقل الإيه الحرارة. يبقى أنا دلوقتي عرفت إيه الفرق بين الأشعة المائلة والأشعة العمودية. العمودية باينة هي في قدامها، هي بتطلع من الشمس على طول، بتوصل للأرض بسرعة وما بتفقدش جزء من حرارتها، لا ده بتتركز حرارتها على مساحة صغيرة. طيب أما الأشعة المائلة بتاخد وقت كبير على ما بتوصل للأرض، عشان كده بتفقد حرارتها، وبتتوزع على مساحة أكبر، عشان كده بتفقد حرارتها. يبقى كده عرفت إيه سبب إن الأشعة العمودية درجة حرارتها عالية، وإيه سبب إن الأشعة المائلة درجة حرارتها منخفضة. طيب بيقول لي بقى أنا عاوز أعرف إزاي بيحصل الليل والنهار، اللي هو إحنا قلنا سببه هو دوران الأرض حول الشمس كل 365 وربع إيه يوم. هو بيقول لي دلوقتي أهو جايب لي صورة بتوضح الفصول الأربعة في نصف الكرة الأرضية الشمالية. خلي بالك عشان نصف الكرة الأرضية الشمالية بيبقى عكس الجنوبي، عكس نصف الكرة الجنوبي على طول. يعني لو عندنا هنا في نصف الكرة الشمالي صيف، يبقى في نصف الكرة الجنوبي شتاء. لو عندنا هنا خريف يبقى تحت ربيع، وهكذا الاتنين بيبقوا عكس بعض. طيب انا عاوز اعرف بقى، هو قلت سبب حدوث فصول السنة الأربعة هو دوران الأرض حول الشمس من الغرب إلى الإيه الشرق، زي ما هو قدامي في الصورة، مع ثبات ميل محورها في اتجاه واحد. وكنا اتكلمنا الدرس اللي فات عن محور الأرض، وقلت لك إن الأرض ما بتلفش، أهيت ما بتلفش قائمة، ده بتلف مائلة، لأن المحور مائل بزاوية 23 ونص. تاني قدامك أهيت صور للأرض، الأرض ما بتلفش قائمة، ده بتلف إيه مائلة، لأن المحور مائل بزاوية 23 ونص درجة عن الخط العمودي. طيب خلي بالك يا أولاد، بيقول لي ماذا يحدث إذا لم تكن الأرض تدور حول الشمس؟ طبعا إحنا دوران الأرض حول الشمس بيؤدي إلى اختلاف درجات الحرارة، تعاقب الفصول السنة الأربعة، تنوع المناخ، تنوع الحيوان. إيه اللي هيحصل لو الأرض ما بتدورش حوالين الشمس؟ إيه اللي هيحصل بقى؟ واحد هقول له عدم تنوع المناخ. اتنين بيقول لي هيكون هناك صيف دائم في مكان ماشي، وشتاء دائم في مكان. يعني إحنا عندنا هيبقى مثلا نصف الكرة الأرضية الشمالية صيف دائم، واللي تحت هيبقى أو المقابل للشمس صيف دائم، والغير مقابل للشمس شتاء دائم، وبيقول لي هتكون الحياة على وتيرة واحدة. طيب خلي بالك أنا بقول صعوبة الحياة واستحالتها لو الأرض ما بتدورش حوالين الشمس. يبقى أنا بقول دلوقتي يا سنة أولى إن إيه اللي هيحصل لو الأرض ما بتدورش حوالين الشمس؟ ده هيؤدي إلى عدم تنوع المناخ، وهيكون في صيف دائم في الجزء المواجه للشمس، وهيكون شتاء دائم في الجزء الغير مواجه للشمس. طيب أنا بقول لكم عشان ركزوا معايا، ان من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى ان اداها للانسان وانعمها على الانسان، اللي هو دوران الارض حول الشمس. كده انا عرفت لو كانت الارض ثابته قدام الشمس ما بتدورش حوالين الشمس، لو كانت ثابته هقول قلنا عدم تنوع درجات الحراره، وعدم تنوع المناخ، وعدم تنوع البيئات، وهيكون في صيف دائم في مكان. مثلا لو كان نصف القرى الشمالي وفي شتاء في دائم في مكان، لو مثلا لو كان في نصف القرى الجنوبي. وطبعا قلنا صعوبة الحياة واستحالتها، لا يمكن تستمر الحياة بهذا الوضع. طب بيقول لي ايه اللي هيحصل لو كانت
دلوقتي بقول يا اولاد، لا ايه اللي هيحصل لو كان محور الارض، ماذا يحدث اذا لم يكن محور الارض مائلا؟ اهو ايه اللي هيحصل لو كان محور الارض غير مائل، يعني عمودي مش مائل بالمنظر ده بزاويه 23 ونص درجه، ايه اللي كان هيحصل؟ بيقول لي اللي كان هيحصل اصبح أشعة الشمس عمودية فقط على دائرة الاستواء، تبقى عمودية على دائرة الاستواء على طول، ومائلة على باقي أنحاء الأرض. ده هيؤدي إلى ثبات حالة المناخ، ومش هتتغير حالة المناخ ولا درجات الحرارة، ولا هيحدث فصول السنة الأربعة تاني. يبقى بيقول لي لو إيه اللي هيحصل لو كان المحور عمودي بالمنظر ده مش مائل؟ هو ده المائل. طيب العمودي ايه اللي كان هيحصل لو كان المحور عمودي؟ هقول له سقوط اشعه الشمس على عموديه فقط على دائره الاستواء، ومائله على باقي انحاء الارض. ده هيؤدي الى ثبات حاله المناخ دون تغيير، وعدم حدوث فصول السنه الاربعه. طيب بيقول لي كمان احنا قلنا لو محور الارض مش ثابت الميل في اتجاه واحد، هقول له هنا ماذا يحدث اذا، ماذا يحدث إذا كان محور الأرض لم يكن ثابت الميل في اتجاه واحد؟ يعني مرة بيميل اليمادي ومرة هيميل اليمادي. طيب إيه اللي هيحصل؟ بيقول لي ده مش هيؤدي إلى تعاقب فصول السنة الأربعة زي ما احنا عارفين بالترتيب، أهوت لجأت الفصول الأربعة بغير ترتيبها اللي احنا عارفينه. كمان بيقول لي ممكن يحصل شتاء مرتين أو صيف مرتين في السنة الواحدة. يبقى من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعمها علينا إن محور الأرض ده مائل بزاوية 23.5 درجة، وزي ما وضحنا في الشكل هنا إن الأرض هيت ما بتدورش قائمة، ده الأرض بتدور مائلة. الأرض بتدور إيه؟ مائلة، لأن المحور مائل بزاوية 23.5 درجة. طيب بقى سنة أولى إزاي بيحصل فصول السنة الأربعة؟ هقول له طبعا هو سبب حدوثه زي ما قلنا إن الأشعة اختلاف درجة الحرارة بسبب اختلاف الأشعة أو زاوية سقوط الأشعة على سطح الأرض، هو ده سبب حدوث فصول السنة الأربعة. زي ما هنعرف دلوقتي هنتكلم عن فصل الشتاء اللي بيحصل 21 ديسمبر اللي هو في 21/12. 21 كام؟ 12. طيب خلي بالكم يا أولاد، عشان بقول دلوقتي ان فصل الشتاء بيحصل في 21 ديسمبر 21/12، بتكون أشعة الشمس عمودية على مدار الجدي، تكون أشعة الشمس عمودية على مدار الايه؟ الجدي. يبقى كده درجة الحرارة في نصف القرى الشمالي منخفضة لأنها عمودية على مدار الجدي اللي هو في نصف القرى الجنوبي. زي ما اتفقنا احنا قلنا عندنا هنا شتاء يبقى تحت ايه؟ صيف. عندنا شتاء تحت صيف، يبقى هيقول لي ازاي بيحصل الشتاء عندنا؟ هقول له أشعة الشمس كده هيبقى عندنا شتاء في نصف القرى الشمالي، أما في نصف القرى الجنوبي بيبقى عكسه على طول، قلنا صيف، عشان كده هترتفع درجة الحرارة لأن الأشعة العمودية على مدار الايه؟ الجدي. وخلي بالك لما بيكون عندنا شتاء ايه أهم ما يميز الشتاء؟ إن النهار قصير والليل ايه؟ طويل. كمان ان بتنشط الرياح وتسقط الايه؟ الامطار، وده يسمى بالانقلاب الايه؟ الشتوي. تاني اهم ما يميز فصل الشتاء يا سنه اولى ان الليل طويل والنهار قصير، كمان ان بتنشط الرياح وتسقط الامطار، وده يسمى الانقلاب الايه؟ الشتوي. طيب بعد الشتاء ايه اللي هيحصل؟ بعد الشتاء اللي بيحصل او اللي بيجي بعده فصل الربيع اللي بيعتدل فيه المناخ وتنبت فيه أوراق الأشجار زي ما شفنا في الصورة في أول الدرس. طيب أنا عاوز أعرف بقى الربيع بيحدث إزاي؟ بيقول لي أشعة الشمس بتكون عمودية على دائرة الاستواء. لما تكون عمودية على دائرة الاستواء ومائلة على باقي أجزاء الأرض بتعتدل درجات الحرارة في نصفي القرى
الأرضية اللي هو الشمالي والجنوبي. يبقى خلي بالك أهم ما يميز فصل الربيع اللي بيبدأ في 21 مارس، إيه اللي بيحصل فيه؟ إن بتتعامد الشمس على دائرة الإيه؟ الاستواء، ويتساوى الليل والنهار في جميع أنحاء الأرض. الليل والنهار بيبقوا قد بعض، ما فيش حاجة أطول من التانية، كمان بتعتدل درجات الحرارة في كل القرى الأرضية. وقلنا اتفقنا ان الربيع بيتميز باعتدال درجات الحرارة ونمو النباتات والزهور. طيب ايه اللي بيحصل؟ وده خلي بالكم ده اسمه الاعتدال الربيعي، حتى اسمه اعتدال لان الجو معتدل وجميل جدا. طب انا عاوز اعرف بعد الربيع بيبدا فصل الصيف اللي بترتفع فيه درجات الايه؟ الحرارة. فصل الصيف بيبدا 21 يونيو ل 21/6، درجة الحرارة بتبقى عالية جدا، يبقى كده الأشعة عمودية عندنا إحنا، عمودية إحنا عندنا إيه؟ في مدار على مدار السرطان ومائلة على نصف القرى الجنوبي، يبقى نصف القرى الجنوبي عندنا هنا تحت صيف، أما شتاء، أما عندنا هنا صيف، يبقى دلوقتي هنا عندنا صيف في نصف القرى الشمالي، أما في نصف القرى الجنوبي عندنا الشتاء. لان اتفقنا ان الاثنين عكس بعض. يعني لو رجعنا قدامي هنا في الصورة دي، احنا عندنا هنا في 21/12 شتاء، احنا فوق الشتاء هيبقى تحت هنا الصيف. ماشي يا اولاد؟ طيب احنا اتفقنا برضك عندنا في 21/3 عندنا فوق ربيع هيبقى تحت خريف. يا ولاد احنا قلنا اتفقنا ان نصف القرى الشمالي عكس نصف القرى الجنوبي، نصف القرى الشمالي عكس نصف القرى الايه؟ الجنوبي، الاثنين عكس بعض بالظبط. طب ايه اللي هيحصل في الصيف؟ احنا عارفين ان الصيف قلنا اشعة الشمس بتبقى عمودية على مدار السرطان، يبقى درجة الحرارة عالية جدا عندنا هنا، درجة حرارة عالية. خلي بالك وده اسمه الانقلاب الصيفي. يبقى اهم ما يميز الصيف ارتفاع درجة الحرارة في نصف القرى الشمالي. طيب بعد كده بعد الصيف احنا فضل لنا فصل واحد اللي هو بتتساقط فيه اوراق الاشجار اللي هو فصل الخريف. فصل الخريف يا اولاد اللي هو بيبدأ في 23 سبتمبر اللي هو 23 سبتمبر، وقلنا احنا في الخريف والربيع بتتعامد الشمس على دائرة الاستواء، بتتعامد الشمس على دائرة الاستواء، فوق هنا خريف يبقى تحت هنا ربيع، لان اتفقنا ان نصف القرى الشمالي عكس نصف القرى الجنوبي، وقلنا الخريف زي الربيع بتتعامد الشمس على دائرة الاستواء، كمان بتعتدل درجات الحرارة في نصفي القرى الارضي الشمالي والجنوبي، كمان بيتميز بتساقط اوراق الاشجار. وخلي بالكم الخريف من اجمل فصول السنه لان فيه بتعتدل درجات الحراره، يبقى الشمس بتتعامد فيه على دائره الاستواء زي ما هو قدامي في الشكل اللي قدامي. كمان قلنا درجات الحراره بتبقى معتدله وجميله على جميع انحاء القرى الارضيه، وتعتدل درجات الحراره في نصفي القرى الارضي. وقلنا اتفقنا ان عندنا فوق خريف، يبقى في نصف القرى الشمالي هيبقى تحت في نصف القرى الجنوبي الربيع، وده اسمه الاعتدال الخريفي. يبقى دلوقتي احنا قلنا النهارده سنه اولى اسباب تعاقب فصول السنه الاربعه، وهو دوران الأرض حول الشمس كل سنة أو كل 365 وربع يوم مع ثبات ميل محورها في اتجاه واحد. اتفقنا أن الأرض وهي بتدور حوالين الشمس هي ميلة بزاوية 23.5، ما بتدورش وهي قائمة بزاوية 90، لا ده هي ميلة. وقلنا لازم أن يكون المحور ده ثابت الميل في اتجاه واحد، عشان لو ما كانش ثابت الميل في اتجاه واحد وبيتغير الاتجاه بتاع الميل بتاعه، ممكن هيتكرر أحد فصول السنة، هيتكرر في أي يتكرر مرتين زي الشتاء مرتين أو صيف مرتين، ومش هيحصل أن التعاقب بتاع الفصول الأربعة زي ما احنا عارفين يا أولاد. بكده نكون انتهينا من درس النهاردة، مع ألف سلامة.